هذا ووضعت الإدارة العامة للمرور الإرشادات والترتيبات اللازمة بخصوص مسيرة استقبال منتخبنا الوطني أبطال كأس الخليج التي ستنطلق من مطار البحرين الدولي وصولا إلى حلبة البحرين الدولية. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف العقيد عادل الدوسري مدير إدارة العمليات والمراقبة المرورية بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية. أهلا بك معنا في إطار الاحتفال بفوز منتخب البحرين في بطولة كأس الخليج 24 لكرة القدم، لو تطلعنا على تفاصيل خط المسيرة للحافلة التي سوف تقل اللاعبين إلى مكان الاحتفال. مساء الخير أخوي، مساء عليك وعلى مشاهدين الكرام. الحقيقة احنا بس نهنئ القيادة في بداية الرشيدة، وطبعا سمو الشيخ ناصر بن حمد، وإلى شعب البحرين بفوز المنتخب البحريني الوطني، الفوز التاريخي. وإحنا طبعا الآن موجودين في مطار بحرين الدولي بمحافظة المحرق، والآن طبعا إحنا لدينا خطة لمرافقة باصات منتخب البحرين الوطني من مطار البحرين، من قاعة التشريفات، نعم، مرورا على شارع مطار البحرين وإلى جسر الشيخ عيسى وإلى شارع الملك فيصل وإلى شارع الشيخ خليفة بن سلمان، وصولا إلى طبعا كبري الزلاق والنزول على شارع الزلاق، نعم، ومن ثم الانحراف على شارع خليج البحرين إلى غاية حلبة البحرين الدولية، وتنتهي هناك المسيرة في هذا الاستقبال المفترض الحاشد. نعم سيد عادل، هل هناك من رسالة تود توجيهها للجمهور السعيد بهذا الإنجاز؟ احنا الحقيقة من بعد هذه المسيرة بتنطلق مسيرات كثيرة نتوقع في محافظات الأربع بمملكة البحرين. نتمنى بس من الأخوة طبعا عدم الصعود على سقف المركبة، وعدم تصيح العجلات، وعدم خروج الأصوات المزعجة من العادم، وطبعا الحرص الشديد على أولياء الأمور أن ينتبهون إلى أولادهم أطفالهم بعدم النزول على المسارات في الأحياء السكنية في جميع الشوارع. نعم، العقيد عادل الدوسري مدير إدارة العمليات والمراقبة المرورية بالإدارة العامة للمرور، شكرا جزيلا لك.